بشير خلينا نمشي، ستبحر سفينتنا. اسمع كلام اختك يا مراد ولا تعمل شيطانات ولا تعذب عمتك، ماشي؟ ما اسمع ولا كلمة. انا رح دير بالي عليه بابا، لا تخاف. اخذتوا كل اغراض يا ابني؟ نزلت كل الشناتي. الله يعطيك العافية يا بشير. لميس خانة مو جاية؟ لا مو جاية معنا. الظاهر انه هي حابة ترتاح منا كم يوم. اصلا نحن رايحين ليرتاح، خلي الكل يريح راسه. يلا يا نهال. مراد مستعجل كتير، يلا اركبي. انا بلحقكم بنهاية الاسبوع. ونحن ناطرينك. سلمي على عمتك. الاولاد بامانتك يا بشير، انتبه عليهم. ولا يهمك عدنان بيك، الاثنين بعيوني. الله معكم. جميلة، جميلة، ليش ما عم تردي علي يا بنتي؟ صار لي ساعة عم نادي لك. شوفي، ما سمعتك. أمك عم تندهلك. يلا تعي لتحت. ماشي هلأ بلحقك. انت عم تبكي؟ لا. شبك جميلة؟ في حدا يا بنتي سمعك شي كلمة؟ حدا زعلك؟ تيسروا، منيح انه راحوا. ليكي شغلنا رح يخف وانتي رح ترتاحي. ايه، الكل عم ينبسط، الكل عم يروح زيارات، حتى بشير راح معهم. الا انا محبوسة بهذا البيت. وانتي رح تروحي يا حبيبة قلبي. انت قلبك النعنع والفستق نهال، ما في شي غير هيك. معناها انتي بتكوني الجبن والقطايف والفستق الحلبي. اتركني بابا. ايه، عينك بعيني لشوف. انا عم اقلك رح اخدك مشاوير من هلا ورايح، وعد. لا توعدني بشي ما بتقدر عليه. امتى اخر مره طلعت فيها من هذا البيت المعفن؟ كل مشاويرك عالسوق وبياع اللحمه، وين اخذتني غير لهنيك؟